شهد أفراد الدفعة 21 من قوات حفظ السلام الصينية في لبنان الذين يقومون بمهام حفظ السلام في الخارج الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني يوم الأحد. استمع ضباط وجنود قوات حفظ السلام الصينية إلى تقرير المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني الذي قدمه سي جين بينغ، وأجمعوا على أن المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد كل 5 سنوات مرة له أهمية بعيدة المدى ويحث الشعب على المضي قدما. بالنسبة لنا نحن الشباب يجب أن نناضل بلا كلل ولا ملل على طريق تحقيق التحديث الاشتراكي، وبصفتنا حفظ الصينيين للسلام ينبغي لنا أن نتعلم بنشاط روح المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني، وأن نلتزم بعملنا وأن نظهر حسن سلوك الجنود الصينيين في الخارج. نشجع الجميع على الاندماج بالدراسة المعمقة في تقرير المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني وفقا للوضع الفعلي لحفظ السلام الخارجي، ومن خلال أشكال مختلفة من أجل وضع أساس نظري متين للخطوة التالية المتمثلة في تنفيذ روح المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي الصيني.